هذول الشباب قالوا انه احنا حضاريين واحنا قادرين نعمل الكثير حضاريا، وما حدا بيعلمنا الديمقراطيه، وما حدا بيعلمنا كيف نصنع بلادنا ونعم مستقبلنا. انا فقط رسالتي اقول بصفتي صناعه جزائريه واداء فلسطيني من اجل المستقبل، افعلوا ما تشاءوا، اعملوا ما تشاءوا، عبروا عما تشاءوا، لكن كنت تفهموا انه احنا في فلسطين عيوننا عليكم، انه احنا خايفين عليكم، وانكم انتوا اخر سند لفلسطين. شوفوا عبروا كما تجاهوا، ولكن وحدة الجزائر وقوة الجزائر هو ما نريده منكم فقط، ما بيهمنا اشي. عبروا، اعملوا، ظاهروا، اتفقوا، اختلفوا، لكن خط احمر قوة الجزائر ووحدتها، ما تخلوا حدا يلعب فيها، ما تخلوا حدا يدخل فيها. هذا آخر إشي. إذا بتحبوا فلسطين قدموا لنا هذا الكلام.